كانت تجربة حلوة يعني، كأنه زباين أتراك وزباين حتى زباين سوريين كمان. يعمل هنا الشاب السوري الطباخ صالح في واحد من أشهر المطاعم التركية في غازي عنتاب. بلشت أتعلم أنا على الشوربات، على الكلبة، شابيران، مجنك شوربة، السلطات، الكباب بأنواعه. صار لي 6 سنين. Salih ile hep çalışmaya başladığımızda işi öğrenmemişti. Yeniydi Salih. Çok yol kat ettik Salih ile. Salih mesela geldiğinde paça beyran konusunda uzman değildi. Şu anda Salih paça beyran konusunda çok güzel. 10 numara güzel bir iş çıkarıyor yani. Usta statüsünde şu anda. Niyeti انه يصير شيف، انه يصير شيف مثلا بالاكل التركي والسوري. هل تعرف سوريا يتقن صنع الوجبات التركية؟ إذا أخبرنا في التعليقات.